مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور. مدينة بغداد هي موطن لأكثر من 7 ملايين نسمة، وهي ثاني أكبر المدن العربية من حيث المساحة بعد القاهرة. لكن خلف الأبنية الضخمة والازدحام الشديد نجد آثار أعظم مدن العصور الوسطى، حيث كانت هذه المدينة ذات الأسوار المدورة والتي دمرت منذ زمن بعيد، تحتضن قبل 1000 سنة آلاف العلماء والمعماريين والمهندسين والكتاب والتجار من مختلف الأعراق والأديان، والذين قدموا مساهمات ضخمة للحضارة البشرية. فقبل 1000 سنة كانت مدن مثل باريس ولندن موطن لحوالي 20,000 نسمة. كانت بغداد حينها موطنا لأكثر من 1,000,000 نسمة كانوا يعيشون على ضفتي نهر دجلة، أغزر أنهار غرب آسيا، وبين غابات النخيل والمكتبات وبيت الحكمة والمستشفيات التي لم يرى العالم مثيل لها. فقد كان القسم الجنوبي من بلاد الرافدين يعرف ببلاد أكد منذ آلاف السنين، وكانت عاصمتها بابل أكبر وأعظم مدنها، والتي كانت أكبر مدن العالم القديم، والتي يعتقد بأن عدد سكانها كان يصل إلى 200,000 نسمة، والتي زارها هيرودوتس في القرن 5 قبل الميلاد ووصفها بأنه لا يضاهيها في عظمتها وسعتها مدينة أخرى. فمع زوال نفوذ السومريين في جنوب بلاد أكد في بداية 1000 الثاني قبل الميلاد، وهم أصحاب أقدم الحضارات المتقدمة في العالم، برزت بابل الأكدية كوريثة لحضارتهم، حيث اتسع التدوين بالأكدية وظهرت حركة واسعة في التدوين والتأليف والنقل والترجمة من السومرية إلى الأكدية، وفي مقدمتها المعارف والعلوم المختلفة من رياضيات وفلك وطب وأدب، حيث ساهمت الحضارة البابلية بشكل عظيم في الحضارة البشرية، وانتقلت علومهم واكتشافاتهم إلى الفرس والآشوريين واليونانيين. حافظت بابل على مكانتها المرموقة بعد احتلال الفرس الأخمينيين عام 539 قبل الميلاد، لكن بعد احتلال الإسكندر عام 331 قبل الميلاد تعرضت المدينة للإهمال والتهجير. فقد قام الملك سلوقوس الذي خلف الإسكندر بتأسيس مدينة سلوقيا على الضفة الغربية لنهر دجلة، التي أصبحت ذات أهمية سياسية أكبر من بابل. وفي فترة حكم أنطوكيوس الأول عام 247 قبل الميلاد انتقلت جميع الدوائر الحكومية والمصالح التجارية من بابل إلى سلوقيا، وأصبحت أكبر مدن الشرق الأدنى، وقدر عدد سكانها حينها ب 600,000 نسمة. في عام 141 قبل الميلاد احتل البارثيون بلاد الرافدين وأسسوا مدينة قطسفون أو المدائن على الضفة الشرقية لنهر دجلة مقابل مدينة سلوقيا التي سميت أيضا ساليق، حيث توسعت المدينتين حتى أصبحتا مدينة واحدة اتخذها البارثيين وبعدهم الساسانيون كعاصمة لإمبراطوريتهم. كما أصبحت هذه المدينة مقرا لبطريرك كنيسة المشرق الذي كان مقره يعرف باسم كرسي ساليق وقطسفون للكنيسة السورية الشرقية. في النصف الأول من القرن 7 الميلادي استطاع العرب أن يهزموا الإمبراطوريات الفارسية والبيزنطية وتأسيس إمبراطورية عربية ضخمة ضمت كامل الشرق الأدنى وشمال إفريقيا خلال فترة حكم الأمويين الذين اتخذوا من دمشق عاصمة لدولتهم. لكن كان لدولة الأمويين مشكلات داخلية كثيرة، فقد قاموا باستبعاد جميع السكان غير العرب من مراكز الحكم والقوة حتى لو كانوا مسلمين. لذلك وجد الملايين من المسيحيين واليهود والفرس والمصريين أنفسهم مهمشين في هذه الإمبراطورية الضخمة التي احتلت أوطانهم قبل 4 سنين. ملاحظا لهذه المشكلات قام أبو العباس بمساعدة من الإيرانيين بالانقلاب على حكم الأمويين وتأسيس الخلافة العباسية عام 750 ميلادية، حيث شهدت هذه الإمبراطورية تسامحا مع غير العرب والمسلمين. أدرك الخليفة العباسي بأنه بحاجة إلى عاصمة جديدة لإمبراطوريته بعيدا عن الشام والجزيرة العربية وتكون بالقرب من حلفائه الإيرانيين، فقام الخليفة العباسي الثاني المنصور باختيار موقع استراتيجي في بلاد الرافدين كان يملك سوق صغير اسمه سوق بغداد إلى الشمال من مدينة قطسفون التي خربت وهجرت حينها. فقد أطلق العرب على بلاد بابل اسم عراق العرب، أما بلاد أشور فقاموا بتسميتها بآثور أو آقور أو جزيرة آثور، لكن لاحقا شاعت تسمية الجزيرة فقط على كل بلاد أشور. فالمؤرخ والجغرافي العربي المقدسي البشاري الذي عاش في القرن 10 الميلادي في بغداد ذكر في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم بأن الأقاليم العربية هي جزيرة العرب ثم العراق ثم آقور أو آثور ثم الشام ثم مصر ثم المغرب، كما أنه ذكر بأن أنهار دجلة والفرات كانت تنبع من شمال أقليم آثور.
كانت مدينة بغداد قديمة جدا، حتى أنها ذكرت في نصوص الملك البابلي حمورابي الأكادية عام 1750 قبل الميلاد، وامتلكت موقعا جغرافيا مهما يصل غرب آسيا بالبحر المتوسط والأناضول. أسس المنصور عاصمته الجديدة عام 762 ميلادية وسماها مدينة السلام، وعرفت أيضا باسم المدينة المدورة لشكل سورها المدور. لكن يبدو أن اسم السوق القديم بغداد أصبح أكثر استخداما. كان محيط المدينة الداخلي ذو الشكل المدور حوالي 2.7 كيلومتر مربع، محميا بثلاثة أسوار عالية من الأجور وخندق عميق. كما كان للمدينة أربع بوابات كبيرة تؤدي إلى طرق رئيسية، وسميت على أسماء هذه الطرق الشام والبصرة والكوفة وخراسان. خلف كل بوابة كان هناك أروقة فيها أسواق رئيسية اعتبر شريانا حيويا للمدينة، وخلف الأسواق كانت الأحياء السكنية، وفي منتصف المدينة كان يقع قصر الخليفة. لكن اتسعت المدينة بشكل كبير خارج أسوارها، حيث أصبحت الأسواق المكتظة في داخل الأسوار مصدر قلق أمني للخليفة، لذلك قام بنقلها إلى خارج الأسوار في الأحياء المحيطة التي نمت بسرعة. وبعد عدة سنين اختفت الأسوار بالكامل، واستخدم بقاياه لبناء الأحياء الجديدة التي وصلت إلى المدينة المدورة التي لم يعد لها أثر. كانت المدينة المدورة والأحياء المحيطة بها تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة التي عرفت باسم منطقة الكرخ، لكن نمو سكان المدينة المتسارع وتوسع أحيائها أدى إلى امتداد المدينة في الضفة الشرقية لنهر دجلة، وهي المنطقة التي عرفت باسم الرصافة. لم يخصص الخليفة حي للمسيحيين في بغداد، لكن قرب قصره قصر الخلد كان هناك قرية مسيحية اسمها العتيقة، وكان فيها دير كبير وهو دير مارفثيون، وتكونت في هذه القرية ضاحية يعقوبية امتدت إلى جنوب الكرخ بالقرب من باب المحول، وأسسوا فيها كنيسة مار توما. وفي الرصافة تكونت ضاحية للنصاطرة بالقرب من باب الشماسية، حيث نقل بطريرك كنيسة المشرق مقره من مدينة قطسفون إلى بغداد. أصبحت هذه المدينة الضخمة صلة الوصل التجارية في منتصف طريق الحرير بين الشرق والغرب، كما أن السفن التجارية المنطلقة من المدينة وصلت حتى مدغشقر والصين، حيث تواجد في بغداد الفرو من روسيا والحرير من الصين والذهب من إفريقيا والتوابل والمعادن من الهند وأندونيسيا. في عام 1000 ميلادية وصل عدد سكان المدينة لأكثر من مليون نسمة، جعلا منها أكبر مدينة في العالم في ذلك الوقت، حيث وصلت المدينة لذروة مجدها في زمن خليفتها هارون الرشيد الذي كان ابن ثالث الخلفاء العباسيين المهدي، ووالدته كانت الخيزران التي كانت امرأة شديدة الأهمية والقوة. فقد كانت الخيزران عبدة، لكن أغرم المهدي بها وتمكنت من إقناعه ليس من تحريرها من العبودية فقط، بل بالزواج منها أيضا، وأصبح لها تأثير كبير في بلاط الخليفة، وكانت تتدخل في الشؤون السياسية والتجارية، وعملت على وضع ابنها هارون رشيد في مقدمة ورثة الخلافة على حساب أبناء الخليفة الآخرين. اهتم هارون رشيد بالفن والعلوم، ففي زمن حكمه قدم إلى بغداد الفنانون والعلماء والشعراء من ثلاث قارات، وفي زمنه تم تجميع أعظم الأعمال الأدبية على الإطلاق، وهي قصص ألف ليلة وليلة التي تحكي قصة الملك الإيراني شهريار الذي تزوج من امرأة خانته فقام بإعدامها، وتزوج من نساء أخريات بعدها، لكن كان يقوم بإعدامهن لشكوكه وعدم ثقته بالنساء، إلى أن تزوج بشهرزاد التي قامت في ليلة زواجهم بسرد قصة تنتهي بنهاية مشوقة في اليوم التالي. واستمرت على هذا المنوال لألف ليلة، كانت تسرد في كل ليلة قصة جديدة تجبر الملك على عدم قتلها والانتظار لمعرفة نهاية القصة في اليوم الثاني، إلى أن وقع في حبها. وجعلت هذه القصص منه أكثر حكمة ووداعة. بسبب سرد شهرزاد للكثير من القصص تم إضافة الكثير من القصص لمجموعتها لاحقا، مثل قصص علاء الدين وسندباد وعلي بابا والأربعون حرامي، كما تم إضافة قصة هارون رشيد ومستشاره جعفر إلى هذه المجموعة، وهو نفسه جعفر الشرير في أفلام ديزني. أقنع المستشار جعفر هارون رشيد لفتح أول مصنع للورق في بغداد، حيث تعلم العرب صناعة الورق من الصين الذي كان أسهل للاستخدام وأرخص من الجلود، كما كان الورق أكثر متانة من البردي. أدت صناعة الورق في بغداد في زمن خليفة محب للعلم والثقافة مثل هارون الرشيد، بالإضافة إلى وجود تنوع عرقي وديني كبير في المدينة، إلى نشوء ثورة ثقافية كبيرة شبيهة بالثورة الثقافية البابلية في بداية الألف الثاني قبل الميلاد.
كان من أهم ما أشعل فتيل هذه الثورة الثقافية في بغداد هو وجود المسيحيين السريان فيها، الذين كانوا يتقنون عدة لغات مثل العربية والسريانية والفارسية واليونانية. فقد أطلق العرب اسم المسيحيين السريان أو السوريين على جميع المسيحيين في شرق الأدنى الذين كانوا ينتمون إلى الكنائس السورية التي تفرعت عن كنيسة أنطاكيا السورية الرسولية الجامعة، أي كنائس الروم والموارنة والنصاطرة والعاقبة، مثل الآشوريين والبابليين والعرب في بلاد الرافدين والآراميين والفينيقيين في سوريا، بالإضافة إلى الشعوب الأسيوية التي انتشرت المسيحية السريانية إليهم من هنود والصينيين وأتراك وفرس وغيرهم. وكانت اللغة الآرامية لغة الأدب والليتروجيا عند المسيحيين السريان. ففي بلاد الرافدين كانت كنيسة المشرق أو الكنيسة النسطورية حريصة على نشر العلم بين أتباعها، وأسست عدد من المدارس والجامعات الكبرى مثل مدارس الرها والنصيبين وجندي أسابور ودير بتقني والساليق وغيرها، التي كانت تعلم اللاهوت المسيحي وأيضا العلوم اليونانية من فلسفة ومنطق ورياضيات وطب وفلك وغيرها. وبدعوة من الخلفاء العباسيين قام هؤلاء المسيحيين السريان بترجمة الكتب من اليونانية والسريانية إلى العربية، خاصة كتب أرسطو وبقراط وقليدوس وجالينوس وبطليموس. وكان من أبرز هؤلاء المترجمين البطريرك تيموثاوس الكبير وحنين بن إسحاق وأبو بشر بن يونس وغيرهم الكثير. وأدت هذه الترجمات إلى ازدهار الحضارة العربية العباسية بشكل كبير، كما كان خريجي مدارس جندي أسابور الطبية يعالجون الخلفاء العباسيين لقرون مثل أطباء أسرة بختيشوع، وأولهم كان جرجس بن بختيشوع الذي كان أول من قدم إلى بغداد لعلاج الخليفة المنصور، وأيضا ابنه بختيشوع بن جرجس الذي كان يعالج الخليفة الهادي وابنه هارون رشيد. وألف هذا الطبيب كتاب في الطب اسمه كتاب التذكرة. أيضا هناك جبريل بن بختيشوع وابنه بختيشوع وغيرهم. وكان هناك أطباء آخرون نافسوا أسرة بختيشوع، منهم عيسى بن شهلاثة وماسويا بن يوحنا وأبنائه يوحنا وميخائيل، وهناك سلمويا بن يونان وسابور بن سهل وغيرهم. واستخدمت الدولة العباسية الكتاب السريان لإدارة شؤون الدولة خاصة المالية، لأسباب منها ثقافتهم ومهارتهم الكبيرة التي اكتسبوها في مدارسهم الشهيرة، وأيضا أتقانهم لعدة لغات، بالإضافة لأنه كان محرم على المسلمين التعامل مع المعادن الثمينة مثل الذهب. كما كان في الدولة العباسية يهود ومانويين وزرتشتيين وبوذيين تبادلوا الآراء والأفكار بحرية كبيرة. من هذه التبادلات هي الأرقام العربية التي تستخدم حاليا في اللغات الأوروبية التي تحوي الرقم صفر الثوري في عالم الرياضيات، والتي تشكلت في الأساس في الهند لكن حسنها العلماء في بغداد ثم انتقلت إلى أوروبا. بغداد كانت ملتقى للعلوم والمعارف ينتشر فيها المدارس والمكتبات، أهمها بيت الحكمة التي كانت مؤسسة كبيرة تضم مكتبة ومدرسة ومركز للترجمة، التي رحبت بالعلماء من مختلف أنحاء العالم للترجمة والبحث والتأليف وتبادل الأفكار. في زمن المأمون أصبحت بيت الحكمة أكبر مكتبة في العالم، ضاهي مكتبة الإسكندرية القديمة، واحتوت على كتب بمختلف اللغات مثل العربية واليونانية واللاتينية والسريانية والسنسكريتية والصينية، كما أن بعض المؤلفات اليونانية اختفت نسخها الأصلية لكن بقيت نسخها المترجمة إلى العربية التي استعادها الأوروبيين في عصر النهضة. اهتم الخليفة المأمون بالعلوم إلى درجة أنه كان يرسل العلماء في مهمات إلى مختلف أنحاء العالم لجلب الكتب القيمة، كما أنه بعد الحروب كان يطالب بالكتب عندما كان يناقش معاهدات السلام. كان العلماء في بغداد يتلقون الدعم السخي لقاء جهودهم، فيذكر بأن العالم المسيحي حنين بن إسحاق الذي قيل بأنه أهم من نقل علوم الإغريق إلى العرب كان يعيش في منزل ضخم وكان يتلقى التدليك بشكل يومي، وكان المأمون يعطيه ذهبا زنة ما ينقله من الكتب. أما جبريل بن بختيشوع فقد رفع الرشيد من منزلته وأسند إليه أمر التدريس وترجمة في مدرسة الطب في بغداد ومستشفاها، وكان مرتبه الشهري 10,000 درهم، وكان يساعد الكنيسة بجزء من أمواله، حتى أن البطريرك تيموثاوس الكبير كتب عنه في هذا الأمر كما في أمور أخرى كثيرة. كان لي جبريل عند باب ملكنا المظفر يدا وشفاها ولسانا، بل أكثر من ذلك كان لي ضميرا وعقلا، لقد كان هذا لي وللكنيسة الجامعة كلها، ليحفظ الله لسنين عديدة حياته وحياة ملكنا المظفر. أن العلماء في بيت الحكمة لم يكتفوا بترجمة العلوم اليونانية والفارسية والهندية فقط،
بل قاموا بانتقادها وتطويرها كما فعل الخوارزمي الذي جمع بين الرياضيات الهندية واليونانية واخترع الجبر، وهو عبارة عن عمليات الجمع باستخدام الأحرف عوضا عن الأرقام، مما أشعل ثورة في عالم الرياضيات. وبفضل الخوارزمي يتم اليوم استخدام الخوارزميات في المجال التقني، وهي سلسلة عمليات حسابية تستخدم الأرقام والرموز والأحرف لحل المسائل الحسابية المعقدة. كانت بغداد رائدة في علوم رسم الخرائط والفلك، ففي بغداد تم تطوير الاسترلاب الذي يساعد في مجال الملاحة البحرية، كما قام أحمد بن كثير الفرغاني بدراسة محيط الأرض وقدرها ب 38,000 كيلومتر، وهو قريب لحد بعيد للرقم الحقيقي وهو 40,075 كيلومتر. وقام الخليفة المأمون بإنشاء أول مرصد فلكي في بغداد، حيث أصبح علماء الفلك في بغداد خبراء في معرفة النجوم، لذلك تملك الكثير من النجوم أسماء عربية. كما تم اختراع التقطير الذي هو عبارة عن فصل السوائل تبعا لاختلافاتها في مرحلة الغليان، مما أدى إلى تقدمهم الكبير في مجال صناعة العطور والكحول، وكان في بغداد مصانع لصناعة الصابون الصلب. أيضا احترف العرب في بغداد صناعة تقطير النفط الخام لاستخلاص الزيت لإضاءة المصابيح، وهي عملية مهمة للغاية لصناعة الأسفلت والوقود والبلاستيك. وفي عام 805 تم افتتاح أول مستشفى في بغداد، حيث كان فيها عدة أقسام مخصصة لعلاج الأمراض المختلفة، وكان في بعض المستشفيات صيدليات، كما كان يتم الاحتفاظ بسجلات المرضى، وكان هناك أيضا أقسام للأمراض النفسية، وكانت كتب جالينوس في الطب تشكل أساس المناهج الطبية. كان الأطباء في هذه المستشفيات يتبعون قوانين صارمة لعلاج جميع المرضى مهما كانت خلفيتهم الاجتماعية أو الدينية أو الإثنية، وكان عليهم النجاح في اختبارات ليحصلوا على رخصة ممارسة الطب. مارس الأطباء في بغداد التجارب السريرية والتجارب على الحيوانات قبل البشر ودراسة الحالات المشابهة، كما تم اختراع المئات من الأدوات الجراحية والطرق العلاجية، وتم اختراع حقنة خاصة لعلاج أعتام عدسة العين تقوم بسحب السوائل من عدسة العين والتي تسبب العمى. في بغداد تم اختراع الكثير من الآلات الميكانيكية الذكية، مثل ساعة ذكية فوق فيل ضخم وقارب مع فرقة آلية ونافورة مياه وآلات موسيقية تعمل بالمياه. في زمن الدولة العباسية ظهر عدد كبير من العلماء والأطباء والفلاسفة الكبار الذين ما زالت الحضارة البشرية مدينة لهم، وكل منهم بحاجة لبحث خاص للتطرق لإسهاماتهم. نذكر منهم ابن سينا والفارابي وأبو بكر الرازي والبيروني والكندي والغزالي وابن رشد ونصير الدين الطوسي وابن النفيس وغيرهم الكثير. هذا العصر العباسي الذهبي الذي يعرف أيضا باسم الحضارة الإسلامية، على الرغم من وجود مساهمين مسيحيين ويهود وزردشتيين ومانويين وملحدين في هذه الحضارة، استمر لعدة قرون حتى عام 1258 عندما قام هولاكو حفيد جنكيز خان بغزو المدينة ودمرها بشكل كامل وقتل سكانها وأحرق بيت الحكمة، حيث تقول الأساطير بأن نهر دجلة صبغ باللون الأحمر بسبب دماء سكانها، ثم صبغ باللون الأسود بسبب حبر الكتب التي رميت في النهر. لم تستعيد بغداد سابق مجدها، حيث توالت عليها الاحتلالات التي أهملتها حتى احتلها البريطانيين عام 1920 وأصبحت عاصمة لدولة العراق التي شملت أيضا ولاية الموصل في الشمال. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد أشور لمتابعة كل جديد.